لقد أغلقت البلدة القديمة بأمر عسكري، وعاشت المدينة سنوات طويلة تحت الحصار ومنع التجول والإغلاق، وتأجلت العملية السلمية برمتها في الشرق الأوسط، وكادت أن تنهار بسبب تعنتهم وصلفهم ودعم الحكومة الإسرائيلية لوجودهم بحجة الحفاظ على أمنهم. إن نفي الآخر وهو الفلسطيني هنا هو تغييب متعمد للغته والاكتفاء بلغة وحيدة وعمياء، لغة قادمة من خليط معقد من الاستعارات الدينية والتأويل التوراتي الخاص وروح الجيتو والخوف والعزلة التي أسست لفكرة التفوق الديني والعرقي، ومن مصالح اقتصادية ومن الاستثمار السياسي لقوى وزعامات ومنظمات وأحزاب تعودت أن تعتاش على هذه الشعارات وعلى استثمار التطرف وتسويقه بعد إعادة إنتاجه بمصطلحات سياسية أكثر معاصرة وقبولا من نوع الحاجة الأمنية، وبالتالي إعادة إنتاج الاستيطان نفسه والعقلية نفسها والمخيلة نفسها تلك الآخذة في التحول إلى مستويات جديدة من العنف. قل لي، كيف هي العلاقة بينكم وبين الفلسطينيين في هذه المنطقة؟ فاليوم حسمهم. ماذا؟ كلمتان، اليوم حسمهم. ألا تعتقد أنه من الممكن التوصل إلى تسوية تسمح بالعيش مع الفلسطينيين في المنطقة؟ لا، لا مجال لأي تسوية. يجب طرد جميع العرب من أرض إسرائيل. أنا لا أقترح ترحيل العرب، بل أقترح طردهم بدون أي مقابل أو تعويض. وهم أناس قتلة وسيبقون دائما قتلة. بالنسبة لي فإن كل شيء بما في ذلك القول بضرورة طرد العرب من هنا يستند على ما ورد في التوراة بخصوص النبوءات التي أؤمن بأنها سوف تتحقق. هل زرتم قبر القديس؟ أمل أن يكون هناك 10,000 من أمثاله في إسرائيل. كثيرين يفكرون كما أفكر أنا. جولدشتاين قديس. الجيش لا يقوم بما قام به، ومن واجب الآخرين القيام بذلك. قل لي، هل تعتقد بأن هناك فرصة للسلام مع الفلسطينيين؟ نعم، هناك فرصة، وأعتقد أنه يتوجب عليهم الرحيل إلى الدول العربية، وهكذا سيحل السلام على إسرائيل. إن غالبية الآراء لدى الشعب الإسرائيلي هي على هذا النحو، وأن أولئك الذين أيدوا بيبي سيحاولون إظهار أسفهم على هذا الكلام. أما نحن فإننا نتمتع بالجرأة ونقول ما نؤمن به، ونحن نقول بأن العرب يجب أن يبقوا في الخارج، وهكذا فقط سيكون سلام لشعب إسرائيل وليس سلاما للعرب، وإننا ندعو الله أن يمحي اسمهم جميعا. الزواحف تتجول في طرقات وبيوت وهواء المنطقة حاملة فتوى الموت لكل من يعترض على رغبة القاتل. خرج القاتل الذي تسلل حتى تسابيح الفجر المسلمة ليقتل عشرات المصلين داخل الحرم. البذرة التي أنبتته ما زالت تخرج كل لحظة قتلة آخرين. ما زال القاتل هنا في الخليل. هل ترى بأن هناك فرصة لإحلال السلام بينكم وبين السكان الفلسطينيين في مدينة الخليل؟ بين الشعبين؟ نعم. أما إذا ما أحضروا المخربين فسيكون هناك فقط دماء. ما المقصود؟ انظر إلى الأماكن التي دخلوا إليها. أنت تعلم أنه في إطار اتفاقية السلام مع مصر جرى إعادة جميع الأراضي في سيناء إلى المصريين، كما تم إخلاء المستوطنات اليهودية هناك. فهل ترى في ذلك سابقة يمكن أن تتكرر هنا أيضا؟ هذا من شأنه أن يفجر المجتمع الإسرائيلي. ماذا تعني؟ انظر، لقد لقي رئيس الحكومة مصرعه بسبب أمر أقل من ذلك بكثير، وإن أمرا كهذا من شأنه أن يجب